من فترة قريبة كنت بشوف لقاء عملته أحد القنوات مع رجل الأعمال المصري المعروف سميح ساويرس، كان بيتكلم فيه عن والده الراحل أنسي ساويرس وإزاي بدأ مشواره في الحياة والعمل وتكوين الثروة اللي عنده. ومن ضمن الحاجات اللي قالها، قال إن والده تعرض في بدايته للعديد من خبرات الفشل، أولها لما بدأ يعمل شركة وبدأت الشركة تكبر، لكن جه الرئيس جمال عبد الناصر وأصدر قراره بتأميم الشركة دي. بعدها راح ليبيا وبدأ يكبر كمان، لكن اتعرض تاني لنفس التحدي. لكن قال ان والده كان عنده دايما في كل مرة الإصرار وانه مش هيفشل وهيبدأ من جديد. لكن العبارة اللي استوقفتني في حوار السيد سميح ساويرس هي لما قال المذيع: اوعى تفتكر ان اللي احنا وصلنا ليه ده كان نتيجة مجهود او ذكاء او شطارة، لكن تقدر تقول نتيجة الحظ أو توفيق ربنا. الاجتهاد كان في حدود 40%، لكن توفيق ربنا أكتر من 60%. تقريبا لما رجع إلى مصر، يعني كم تقدر، أو خلينا نقول إيش كان عنده من تجارة أنسي ساويرس؟ ولا حاجة، اضطر يبتدي من الصفر للمرة الثالثة. للمرة الثالثة؟ عشان كده احنا كلنا بنؤمن بدور الحظ، أو يعني اللي ربنا عايز يديله في النجاح التجاري والنجاح المالي. يعني أنا بقول دايما 60% من نجاحك ماديا يا حظ يا توفيق ربنا، كل واحد يقول هو إيه، ولكن ليس العمل ولا الذكاء ولا المثابرة ولا الجراءة وحدها تكفي، لأن كل دول مجموعهم 40%، الحظ وحده 60%. يعني شوف، هو ثلاث مرات يحصل له كده، وأحنا جينا في توقيت ويفشلوه يعني. ومن خلال الكلام ده عايز أقف معاك قدام درسين مهمين نقدر ناخد بالنا منهم. الدرس الأول: احذر من روح الفشل واليأس. والدرس الثاني: الاجتهاد مطلوب جدا في الحياة، لكن تدخل الله هو اللي بيصنع الفرق. اسمع كلمة الله بتقول في سفر الجامعة أصحاح 9 وآية 11، يقول الحكيم: فعدت ورأيت تحت الشمس أن السعي ليس للخفيف، ولا الحرب للأقوياء، ولا الخبز للحكماء، ولا الغنى للفهماء، ولا النعمة لذوي المعرفة، لأن الوقت والعرض يلاقيانهم كافة. وبتيجي نفس الآية في ترجمة تانية: ورأيت أمرا آخر في هذه الدنيا، وهو أن الفوز في السباق ليس للسريع، ولا النصر في الحرب للأقوياء، ولا الخبز للحكماء، ولا الغنى لذوي الفهم، ولا التنعم للعلماء، لأنهم كافة معرضون لتقلبات الأوقات والمفاجآت. والرسالة اللي بيقولها لك الكتاب هنا: لو فاكر انك لازم تبقى خفيف علشان تنزل السباق، ده مش صح، لان ياما ناس كسبت السبق رغم عدم وجود مؤهلات تخليهم يكسبوا. لو فاكر ان الحرب للأقوياء بس، برضو تبقى غلطان، لان ياما ناس كانوا أقوياء واتغلبوا، والضعفاء تمنطقوا بالبأس، زي ما قالت حنة أم صموئيل: ليس بالقوة يغلب إنسان. لو فاكر أن الحكمة واللي عندهم معرفة هم اللي يعرفوا يعيشوا صح، تبقى غلطان، لأن ياما ناس ما خدوش حظهم من العلم والمعرفة، بس الرب اداهم خبرة ونور وبصيرة. عايز أقولك، لو وصلت المرحلة حاسس فيها أنك انتهيت، اوعى تصدق كده، الله دايما عنده معونة ليك علشان تقدر تكمل. اعمل اللي عليك واجتهد، بس خليك فاكر في النهاية انها نعمة الله اللي هتوصلك. ولو فشلت في يوم اوعى تيأس، الله يقدر يعينك فتكمل من جديد. لو بتسمعني النهاردة وانت يائس او محبط، او شايف ان الحياة ظلمتك وما ادتكش الفرص الكافية، قوم اطلب الله وقول له: ساعدني، بدل ما انت متذمر عليه، وصدقني الله هيساعدك. ايا كانت محطات الفشل اللي انت عديت بيها في حياتك، تقدر تبدأ من جديد. الكتاب المقدس بيعلمنا كده، والحياة بتعلمنا كده. يقول الكتاب: لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. الفشل من إبليس، ومهما كانت الحياة ما اديتكش الفرص اللي انت عايزها، قدامك فرص أكبر، بس تعلق بالرب، والرب قادر ينجح طريقك مهما كان الفشل اللي انت فيه. بصلي الكلمات دي تشجعك. وائل إدوارد.